سنحاور هنا الدكتور محمد ابو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، وهو الدكتور المرافق ايضا مع الدكتور وهو يعمل في هذا المجمع الشفاء الطبي. دكتور، يعني الدكتور ايمن كان من المفترض ان يكون بينكم اليوم، يعود للعمل من جديد، لكن الدكتور ايمن لن يكون معكم. من هو الدكتور ايمن؟ جريمة اخرى تضاف الى الجرائم التي ارتكبها هذا العدو صبيحة هذا اليوم. دكتور ايمن ابو العوف الطبيب الانسان الذي تعرفه اروقة مجمع الشفاء الطبي ليل نهار. دكتور ايمن هو المسؤول عن مرضى جائحة كورونا في هذا المجمع الذي يعالجهم بالليل، بالنهار ياتي اليهم يعالجهم، هو الذي يعني افنى حياته في هذا المجمع. دكتور ايمن حاصل على البورد الفلسطيني وحاصل على الدكتوراه في الطب في الباطنة، وهو مدرس في الجامعة الاسلامية يدرس كلية الطب ورئيس قسم الباطنة. خسارتنا كبيرة في الدكتور ايمن، نشهد انه كان فعلا نعم الانسان ونعم الطبيب الخلوق الذي في ليل نهار تجده في هذا المجمع يعالج المرضى ويداويهم. سيفتقده هذا المبنى والذي بطنه كورونا، سيفتقده جميع مستشفى الباطنة، سيفتقده العيادات الخارجية، سنفتقده جميعا. خسارتنا كبيرة كبيرة جدا اليوم في الدكتور ايمن ابو العوف. دكتور، يعني هل لديكم خشية من استهداف الاحتلال للطواقم الطبية ولكذلك العاملين في هذا السلك، لا سيما مع صعوبة وصول الأطباء إلى منازلهم حتى في العودة لها؟ يعني بالتأكيد هذا العدو لا يفرق بين طواقم طبية وبين مدني وبين أي شيء. نعم، بالأمس فقدنا الدكتور أيمن، في الدكتور العلول وهو أخصائي في الصحة النفسية، وهناك ضرب لدكتور آخر في منطقة الوسطى، وهناك ضرب لمنشآت صحية كمستوصف هالة الشوة وعيادة بيت حنون ومستشفى بيت حنون، وبالأمس تضرر مستشفى الشفاء من هذا القصف اللعين القريب منا، والطواقم الطبية أصيبت وسيارات إسعاف 4-5 سيارات إسعاف تضررت. فهذا العدو لا يتورع على ضرب المنشآت الطبية وضرب الأفراد وضرب الطواقم وضرب كل شيء في هذا المجتمع. دكتور، سيارات الإسعاف هل تصل إلى الأماكن بسهولة مع استهداف الطرقات الرئيسية؟ طبعا لا، اكيد. يعني هذا الموضوع فعلا موضوع خطير جدا، لانه تم ضرب جميع يعني الشوارع المؤديه الى مجمع الشفاء الطبي، وهذا شكل خطر على المرضى. سيارات الاسعاف الان يعني تجد صعوبه كبيره في الوصول الى المجمع، تاخذ طرق التفافيه يعني وليس بالسهوله بمكان ان تاتي الى هذا الموضوع. ايضا ما زالت طواقم الانقاذ الى حتى الان تنتقل يعني تبحث عن الجثث او الضحايا، او ان شاء الله يكون ناجين. الى الان ما زالت تبحث. يعني الدكتور ايمن وصل الينا، لكن ما زالت زوجته وثلاثه من اولاده لم ياتوا الى المجمع حاليا، لم نعرفهم احياء ولا اموات. الوضع بشكل عام، وضع عمليات الانقاذ كما تعلمون بسبب الحصار، المعدات ضعيفه جدا، معدات الانقاذ ضعيفه جدا، يعني اخذ وقت كبير في الانقاذ. نتمنى ان يكون هناك بعض الناجين في دكتور، عندما تتحدث عن الأسرة وانشغالها، هل هذا الحجم من الإصابات سيشكل عبئا عليكم وستمتلئ هذه الأسرة بالمصابين إذا استمر الحال كما هو عليه، أكثر من 50 إصابة والعدد مرشح للزيادة؟ يعني بالتأكيد، كما تعلمون يعني منذ ضربة الأمس يعني كانت الأعنف في هذا الموضوع، واستقبلنا أكثر من 10 شهداء إلى الآن و50 إصابة. هذا العبء، هذا سيكون عبء تحدي كبير على الطواقم الطبية على المجمع. كل ما كان يعني حتكون عندنا الاسره منشغل اكثر. الان ما جانا في المجمع يتعالج حوالي اكثر من 170 مريض جريح عفوا، وهذا سيشكل عبء صراحه على المستشفى، وخصوصا اقسام الجراحه واقسام العنايه المركزه واقسام العمليات. كان الله في عونكم دكتور محمد.